بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كواكب قلت ضواتني كوباد كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وحين كسو جري وحي إله سبحانه وتعالى أودي القريي ضدك مؤمنين نعماء جنادة أودي القريي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أنوح أن أغهي بصوبانه آخر أهل النار. أهل النار كذلك متك أدن بي خروج حق صوبحدا منها من النار لغا صوبحه أحد كصوبحدا النار لغا صوبحه مؤمن كي أدن بي النبي أغهي بور ذلك أهل ري قال يا نبي وكيس وشيك عليه الصلاة والسلام. وآخر من نوان قرن يا وآخر أهل الجنة أهل الجنة كأدن بي نوان أغهي دخولا قلتان كالجنة جنة لقاله أحد كأودن بيا نار كسب حنا وانا قان مد كأودن بيا كنا قان نبي وانا قان نابور. رجل ويخرج كسب حيا من النار حبوا جوجور شو أم حمار شو حبوا أسل كيس وين المها وضوضة قصي قول لكنه قسم علي أهان حبت كأيو جلبها المها وقصي قين ورهنا. رجل ويخرج كسب حيا من النار نار تحبوا أسوق حمارا أم جوجورنا إياه أما حبت كقصي فيقول الله عز وجل له إلهي وحكو أرانيا اذهب أرضو فادخل الجنة جنادة قل أرضو جنادة قل بالا أرانيا فيأتيها جنادة بوتغيا فيخيل إليه وحال موتسينيا وأسغى الله لو ملقينيا أنها ملأ إني بوحده أسغى الأرقيس وحسده جنادة وابوحده إلهنا أرض قلبه كل واسده فيرجع وصول الله بنايا فيقول وحورا يا رب ربك يو وجدتها ملأ يدو بوحدان لكل مي جندي واب بوحدان ميل عقل لقدق مالي ميل انقل مالي. فيقول الله عز وجل له إله حكورنا اذهب فادخل الجنة ورجنة أورد قال وركن تاديس أورد جنة قال. فيأتيها واتقى فيخيل إليه حال أم لقل ولا موثين يا إلى رقيسة أنها ملأ أين يبحوه فيرجع وصور لابن فيقول حورنا مرصد عاد يا ربي وجدتها ملأ إلهي وإذا بحضان لك المي. فيقول الله عز وجل له حكورنا يذهب فادخل الجنة جنة أرض قال إني بحسك بداي فإن لك وحاكوا هذه مثل الدنيا الدنيا ذا قال كذي وعشرة أمثالها طبعاً لاب كد طبعاً لاب كد الدنيا ذا وحيا لورنا والليد هاي الدنيا ذا طبعاً لغد افتنا والليد أنه حاكوا هاي سميلاً استاغان كلاه أو أما وحالك إن لك وحقوها هذه مثل عشرة أمثال الدنيا الدنيا ذا طمن لاب كيد باكوها هذه والنعمة وملكة وبقرتوية والله. فيقول حنا يا دونك يا بنائي ميلو حق تلقى بلعها إلا يدي الدنيا طمن لاب كيد بلقسي أورا جنة قال أتسخر بي ما يقول تشجيس حساب ورنا يا أو استضحك بي مياد يقص ليساه إلهم مياد يقول ماذا يسن مسواد يقول تشجيس يبوليه وأنت الملك أضو بقرك أونك أبو ريئة. رواية حديثك أولي هاي أتستهزئ مني وأنت رب العالمين أتستهزئ مني وأنت رب العالمين مياد يقول شيسي سأضو رب العالمين هذا الكاس عندها للعلم. وهذا الكسر بحيوذات كاس على حين ظهور ودهشة سقوه وريري ويسهل مامي ويفرحته كبضتي وليه وكلو النقضي نك اللي يري أخطأ من شدة الفرح باللمدي هاي لوقبا ما هيو أصدق الأرقى سجنا ذي عق ما الله قديم ما له هاي هذانا بحال له يجوا وعند أسكت يسوا الدنيا دي أتسو جرت تما الله بكيت بالقصي أيضا رما يسنا أرض نعمة يسوا أصدق مسكح يسمر فرح عنده كبد بطي يوز جرم واي أتستاز وبي وأنت رب العالم وركاسا أيات يا كسب بودي وحنا كتوصي إنه كوقف مسكحيز أي تقطي فرح درته وأخطأ من شدة الفرح على الله سبحانه وتعالى كوقفي. هذا الكيسية رواية قعدك أقولها في الصحيح بخاري ولا بكتمت يا هل كان مركو سيدا يلو حورنا وإلهي يليه وركوش الشيس ما يرج نذقل يوحوليه لقد أعطاني ربي شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين إلهي وحي سيب لي وحوصن سن أحد من آدم أن يجئه الرئي متى قدم بيا بق الدنيا ذا يطمع الله بكذا وحوها يزين أي تاي حتى إنا نبي محمد الله سن وننمقن وجود بودوا حيرامي اسمه قرن أيه.
لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. وأنك ميلو عكتا كدقة جنة لآوي مركة روح مرة دي هذا النوع عاسو وقصو بحو لدهشة وعبسية أما فرح قصد كبار دمية. القصد إلى الشيء والتلفظ بالشيء يمعنيه سنة شرط وفي أحكام التكليف. صدرت روحها تأويل بالوقوع دردارة إيو جهل بالوقوع دردارة ما هي قصد كبار لوائي شرط السبب لما هي لن حكم كالتكليف وحكم اسمه الله بركني صورة الفعل والقول لقاهله صورة الفعل والقول مجاهدين بهمت وكيما داو مجانين كيما داو عرط يرب كيما داو نائم كيما داو صورة الفعل يا القصد إلى الفعل وإذا كاسو بحيس إن أدو قصد هذا الكيادة أضم معنى هذا قرن يا شردية. ولذلك التشينيز كاف عربي قبرنا إيه سوى في عربي اللي برا يهدي إري قال لما لو قد واقو كاد برده كو قالوا ما هي أذيك قرن هي وكو قالوا بيس محايا إلي صورة القول والله إلي لكن محال قوة القصد إلى القول مع معرفة معناه. هذان في الصومال برنا ترى متشينيز أو إسلام وتر وحاطر هذا الجبر ده يدوان فوري صدق بعد كفر أنت ده أو كاتا برضه كفر ما يس لكن هذا كفر ما هذا محيي لو حتقرن يسا وهذا معنى هذا لفظي قد كله واقع يسوع معنى سواء حتقرن يسوع معنى وحمبارسين هنا ولا ذوق قصده فلكنا ذوق قصده مركز القصد إلى القول مع معناه بمشي كبر حي مركز لم يهلين وهي سبب كل مهل منات كل مهل كفر مرد عين لعدم القصد إلى اللفظ والقول مع معرفة المعنى سأسأل لي هذا تأشكوك هذا. قال فلقد رأيت رسول الله رسول كلا مرك وضون كسيدا وإله يوم أذو رب العالمين وجهس جيزي ساما يقول ما ذي زني رسول كلا وحان ركب عبد الله ضحك قصلي حتى بدت إلى موقتين واجد ودولشيس أمام عيهس موقتين فكان يقول وحن نبي أورنجري عليه الصلاة والسلام ذلك أدنى أهل الجنة منزلة ننك الدنيا طبعا الله بكت الله سينا وننك أهل الجنة أقول درجة هوسية متفق عليه. لما يسترك حديثك وكتك يا شيخ اسكسوا قاب صدي وحاكو جري مرقب عبد الله مسعود حديثك أوسا أوريي يؤصغنا قصلي لنبي محمد با قصلي صحابي يقولون مكو تبين التابعين تو قصل عبد الله مركز وحي كلها محل قصلي سا عبد الله يو وحوري وحال قصلي وحال قصلي يقول هكذا فعل رسول الله رسولك إلهي أيا سيدا يلي جيري يا سيدا يلي جيري من ضحك رب العالمين حين قال الرجل ضحك رب العالمين حين قال الرجل أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فقال الرب إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. ما بقول لكم حديث كتبية يوقص لي عبد الله هنا مركو سيد تبين يوقص لي نبي محمد بقى لو يدين نبي الله محاط قوقص شيء أصونا مركز النبي يقول حان قوقص لي إلهي قصل كيساء وقوقص لي أدون كامركو يجري الله مياد يقول شيء سيسا من سواد يقول ماذا يسنى يسا إلهي واقص لي مركز يقول لك يقول شيء سيسا ماي وحانا هاي رب العالمين وحان هو أن دوران سمية جنة أدملا أكثر اكتاءت كلا أي طبان لاب كي الدنيا انت إلا نايدي طبان لاب إنا كسيان أو دوان كسيان سعقل مركز. إذن نبي محمد عليه الصلاة والسلام حوقص لاقتداء برب العالمين ابن مسعودنا اقتداء برسول رب العالمين مركز هذا سيسود بتاعك أنت هاي مسألة شاعر مركز حديث كما أقول رفض شراح وضحاب بن حجر النووي قرطبي قياد عياض نوان كتب تشرح الجري نفط بها قواتي أبو عبد الله المازر وحول إله بأن له ضحي قان هذا ما يشكو من لما أول كرة رضي رحمة لكم أول كرة شيء يلا قرن من معلم كيس آخرية مرك هو شاس الله مبحه بدا سلام قاله صفات رب العالمين صفات كمال وضحك إلهي أعنما لكون رب العالمين بدكم مريسا من دون تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه هل صفات أو شو وحاكو لازم يسهدات طيب مثلا كيس قرن جميع الصفات إنها تحريف سو
هذا قيبنا سكت قيبنا هذا وجهنا متناقض مع نفسي ايات هاي تناقض كثير عقائدنا لما اقول فرعيات كان اقول يا هي فقيات غير كاي اجزاء الا اصل دينات بعضه كدغى زمرك ايات إذن وهو شو أورنج رشاو سلام من تيمية مركان في جميع الفرق والمقالات كل طائفة خالفت أهل الحديث وأهل السنة والجماعة مذهب كذا وحا أصل الجمع بين النقيضين لو الشيء ورسل هاي وجودي عدم بيسكميل قلن ليان هبين يمالين بيسكميل قلن ليان جودي يبخل بيسكميل قلن ليان شجاعية جبن بيسكميل وحيابه جديدة بيسكميل قلن ليان وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه اذا انت سوحوي اله فضلجيسا وحكمدا ادونك اوغو جنير با وحو هليا اخر الدنيا دون ودن وحيا له او 10 لوو دراي 10 جير لا لاباي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمؤمن في الجنه توحى مؤمنك الجنه وحو كوليا لا خيمه تندو خيمه عند العرب وغري افرجيس افرجيس تندو وين خيمه اما دغور لا سمي اما إذين يسان هلاقا سمي أما وحكا هلاقا سمي لخيمة تندو كل هاي ومن لؤلؤة دائما لقا سمي واحدة أوكلية هل دائما مجوفة لحرطي قدها أنا قدوي إذن مركب معادين تأما دائما كده أحجار تكريمة وحلاقا سمي أيوة واوين بضان لما هلا أدونك أيوة يري الله هلا وعلى سكوك كبا تيم برشيد لقليو الله بأيوه يالسكوك دهشيه تندم وين روح مؤمن كجنا الله قد يسوي هل جوهرات بك كوبنتا ملك كجبنتا يملها ملك كبها يملها مد من لغسي في توها يمشرتو أيضو دم يسترن وهل حبا حقنا علاش كحردون وجرو وين يروح مسلم كجلية إن للمؤمن في الجنة وعقوسنا تلا خي كل يلا خيمة تندو ومن لؤلؤة دائما لقسم واحدة وكل وسيستة مجوفة على حلول وين ويوع قدها لقى حردي طولها الركيض في السماء حق عركة 60 ميلا ولحدا ميل لحدا ميل رواية مسلم وعرضها 60 ميلا بل عيد سداء ولحدا ميل الركيض حق عركة يشوق كذي قطن كذا ولحدا ميل فيها وحاقص كتير أهلونا أهلا جوجو وحاو جوجو شقال روح مسلم جوجو ولدان با جوجو حاسس يحور العين با جوجو يطوف عليهم المؤمن روح منكم كسو وريغيو فلا يرى بعضهم بعضا تين داسي أهل بيريرا او بوخي حور العين يا نعمه يا جنو اسما ارك هيان اند لخدن ميل وحقي لخدن ميل دركيدو بل عدنا وا لخدن ميل هدان مسافه ادونك هدا ان كدغنو ميلكي وا هل كيلومتر يا بار مركم حين نقونيسا 90 كيلومتر وي 90 كيلومتر واحد جاي يا تيكو أفرتني مينجي ما مينجي وبقول لك شو بقول لك لحد الملاس وي مينجي يا ما يا مقدشها قارن مقدشها قارن مقدشها وافقتها هي ايه مقدشية مركة صحوة مقدشية مركة ميلا قصوى كري مقدشية جوهر عيل بردية قلافي قدي وابقول يا فرتنا قلافي قدي صحوة باري قد عصبو انت عصبو اسكو جيران 20 كيلو متر روي ورول الهي وهل قري هل تنروض كنا صنع يسوي ما ميلها قري هذه عادية يدرها دارها لما واتي هذا كو قحوين لهيت تنرد قحوين تبس لو طلق له يا سغاش كيلومتر الهي وحنا قصي يا سغا اقول له متفق عليه الميل وحور امامكم ميل هلك ميل 6000 ذراع 6000 ذراع هذا نوزو دغاي وي كبد مانيسا حسابته 6000 ذراع هلك ميل و لحكونو ددون بمعنى صدح كونو متر وهل كميل بس تحكونه متر مركو حو نقول يا هل كميل إنه إنه نقضوا 7 كيلومتر 7 كيلومتر مركو رفت اللي حدا بقول إيه سديت من مكان نقولس بقول إيه سديت كيلومتر بين نقولس وهل كني مركو مينجي مركو أيها مركو سوشو إيه صح ميس لكن جمهور الفقهاء وحي قبان هل كميل إنه يهاي صدح كون يشم بقول أو ذراع
وغري امبيد ان سوما يدهدين يوم لا غاري كرن هدي تلك تاسي حدغه منازل الانبياء امبيد غريودن سوما لا يبلغ غيرهم احد ان يغين وسن غاري كرن قال نبحر بلا بمعنى كلا بك دغنتهي اما بل بك دغنتهي لان بلا حكوت ما دا في سياق استفهام اولي معنى اي ايجاب اما مركا حنبارسناد اما نفي حنبارسناد بل ما والذي نفسي بيده رجال باعسك لقريها سيدارها آمنوا بالله إله الرميي وصدقوا المرسلين أي حق التصديق هذيك لي مؤمنون تورن باو هل كاسو كلا ودتك لها وحلو جيدا وضد مسلمين أنبياء أنا هين رسول أنا هين ومسلمين وإلهي سيدابا الرميي أنبياء أنا سيدابا حقيقة الرميي الرعيوي انتين سكرات كيد مال لي رجال امنوا بالله ايمانا خالصا وصدقوا المرسلين تصديقا جازما لا شوب فيه يعني تصديق واكل سر ايمان كن واكل سريه الناس ليسوا في الايمان سواء ولا في اصله ولا في فرعه وكذلك تصديق واكل حب بدن هي صدقي تصديق ابو بكر الصديق ذاتك لمد معها متفق عليه روايه الترمذي تكون مرتين وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم وإنك صمر ضدك قريو ذا سيحة ديقها الله تمضينا يا الله داوانا أبا بكر وعمر باكا مدى بل نبي حلو وأنعم ولي وكسر ريان حدقها يو إضافة هيان الشيخان هو شو ذا ورسال ما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بركة حدقها هنا تكتان جانس بولي أذي ستان نفول بإنت النوش هاي جانس بذنبا أفورا هلا شقيستو هلا دادالو إليها لولابتو آخر وحلا دبتو أدون كأنها لغا سايقاتو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس أي لمقدار قوس قاب كوا مقدار كي قدرك لقاب قوس قانس قدر كي في الجنة الجنة قده إذا أي خير كون أكسن مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وحي قرح أصوب بحضه أما أدع دي الدنيا قانسو محا كير قانسو ونص متر اما وا متر مركا او ديرتاي قانسو قدر كيد ميل لا ديغو او جنادا كو تالا ادون كو دبا كا خير بدت وخا ادون نعمه تالو اما هانتي تالو اما ماغ يالو اما وناغ يالو قانسو ان ليك او جنادا لا غاسيا يا كا قيمه بدا متفق عليه حديث كي سهل وانغ سومر ابن سعد الساعدي اسوغنا في الصحيح موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها كرباش كفرس كلوغ راعي شدل كاير كدوبان ايوشا دوبنا حوت كا ميلا ديغو او جنادا كاميدا ايا ادوني وخي يالا كخير بدن وعن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه سوقا جنادا سوق با كيالا جنادا سوق وين مول بيليداي ياتونها اهل الجنه تغا كل جمعه اسبوع والبابا كل جمعه جمعه كاستا اسبوع مالك الجمعه يتغا الا عيد الاسبوع فتهب وحامر كاردبان او كل عدد المسلمين تسوق جنده تغي ايمانك الجمعه مشى تغي ريح الشمال طبيشي خير كبرنايت ريح الشمال شم الله والله الى هذا وضبيل حق الشام كي ايمان جرت مرك حجاز اللي تشوقه حق الشام بكتي مدا وضبيش الروب كنت اللي الى هذا الروب كنت الروب كحيزي ريح حجاز الرمك اعلان جرين بريح الشمال اللي الى هذا مرك وضبيل خير وضه مثيرا والله الى هذا فتحثوا مركاسي هوبين اما قراع في وجوههم وثيابهم بي نور كشبيسا نور يفتين يبلع بيكوه بنيسا كبتين ايسا فيزدادون وحيكو الرسان يعني حسنا قروحيا وجمالا بلع فيرجعون الى اهلهم بيكسوا الله اهل الجنة يكتقين يقولي حور العينت وقد ازدادوا ايوكو الرسان حسنا وناقيا وجبالا قروح فيقول لهم اهلوهم ريره ذي حول عينت كتغن يا وين كذا عقور النيا والله الله نكو دارا لقد ازددتم حاد كرستين حسنا وناقيا وجمالا بعدنا وين مركا نقطتين هذا وذكر قول حسن محاد طميزين مع نور كان يا خير كان يفتين كان بلعبه طب ايش يبقى نطابته الهي وصدرك فيقولون وحيرنا يا ايجا لفتركوزو قبل اي كتغن يا حول عينتي يا جنتي يا عروتي ولدانتي يا وشورن ويسبدل يعني odaygu markuu guriga ka baxo asagoo yar badanaad u yimaado oo yar farq marqaama haya meesha hadda aad ka tagtay oo habaysan la yar unsiyo la kala habeeyo sarti la toosiyo xaalii la habeeyay xuwa fahmaysanaysa
متي سوما ادونك ما كلا جوغو وييبا اسك دوخ كلي اهل الجنه هدا اي كاتغين بابا لو بدليا ايغو بدلنا وا لا كيني ريركي كاتغنا وا لا بدليا فيقولون وانتم والله الله انكو دار قد ازددتم حد كرشتين بعدنا قداشايو حسنا وناقي وجمالا قرحوه مسلم اسل حديث ما قودو استرمو عنكم مري سوقا قدغيسه مان والبو جمعه اهل الجنه اسكو اركيان لو شيكيسن لو اسكو سلاميو قروح يبيعن لغا سوهيلايو وحا دخيا السوق دنو غونه وحا جيره قيب وحا جيره تصور بس ايالان نقشدا ايالا صور راي ملائكته دياريسو الهي دياريه با ايالا صور كد وبغتو بادي كانن ربا وا دخ غلي با اسي وا نكونيس سوق دنو قيب غونه صوردا ديزاينا صور راي ايالا هذا هو حيوان يساقاب لغوها بيه وحدي أنه ما قابها مرة بكنا عن ربا ودحق ليسا إسلام مركي باسقات وشقينيس كادون تذكر دورنا زمان كستو جمعة سورة عصب قاب عصب لن كادون تذكر اللي بيسنيس حديث كانوا أنه سومر نسائب أنه كسومر إلا سوق حاجرة سوق سوق بيع وشراء معها إلا الصور من الرجال والنساء والرب يضمر قبل دبل صور كربتي قلي زاويل كنا كوربو قلي فإذا اشتهى الرجل صورة منها دخل فيها صور كادون هذا هو من أهل قتمي وقروح سنداد سكد حق شود نقطة صوما في عناته إذ موزون قردها إذ موز دلوينك أوجه أسكي لك وهي وأصنام وإلا ما أقوله لو ما نقن عسنكره رواه مسلم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة أهل جنه حديث كان سهل إنه قمت كهورئ أبي سعيد وكحجية وناكسنين أن أهل الجنة أهل جنه لا يترى أونا وحيث سيان الغرفة قللك إيا مقصنة إيا عمارتها في الجنة كيا لكما تترى أون سادس تستان أما أوفي رسان الكوكب حدك في السماء عرك كل برسان متفق عليه يعني آد بالوك على السرية ومن فضل الله سبحانه وتعالى أدونك مركز جوكته روح كاس الرية أما الدنيا أما علم أما عقل وحكودير أما قروح وعضاد عرب تحقو قلبك الحباء قلية أهل جنه لكن ونزعنا ما في صدورهم من غل هل كاشيخ بالباد كان أضوله يذن كحمانين وذن كفر حسنتها يوليب مجود دقية وذن كهناسين وذن حسدين وذن كمانين معايا للروح المسلم كما كجدل لقيه قلبي يسوح على قسيب إياه حظ الشيطان وحو البو وناقة وكفر حكمان وحماني وكن عميسان إياه أساق راحة كدريمة والكيال كدقية عذر كنضاد قبطان البلاية إنها ستبدأ قيسان والذي قسيب متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه قال شهدت من النبي نبي وحان كأر كأما كلاقيب قالي مجلسا قوب وصف وقت المامي فد وقت المامي فيه الجنة جنة وقت المامي حتى انتهى إلى أدمي هذا الكو أدمي ثم قال وحوس بنو في آخر حديثه أما حتى انتهى إلى توصيفك أدمي ثم قال في آخر حديثه هذا الكيس قيمها بنا صبنو قبل قبل يسوحيه فيها جنة وحدحيا الله ما لا عين رأت وحيس إلو أرق ولا أذن سمع دقنا أيسا مقل ولا خطر أن قصه الدعين على قلب بشر آدم قلبي وأن ولي وأسكو فكر ثم قرأ النبي وحو آخره تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم لنعيض كديران عن المضاجع يقوش يهردد لصلاة التهاجد وحي لها المالة يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إلى قوله تعالى فلا تعلم نفسنا في مؤغ ما أخفي لهم وحي لو قرحي ذاتك آيها أهل الجنة ومن قرة أعين إن روحي كدوك سدانا رواه البخاري علي نصوم بره حديثك حديث لميضة وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة أهل الجنة مركي الجنة قالان ينادي مناد أحد دواقيا دواقيا ملك أما إلهي وين قدقي سبعه إن لكم محايدين هذا أهل الجنة أن تحيوا إن النولاتان وفلا تموتوا أبدا ولقين أيضا لمن النول دائمة واللغو واري وانجيري كدن بين وانحنون لاين وإن لكم محاكروا الجنة ذات كهل إيسان وإذن هذه أن تصحوا إن عافمادان وذبت قبتان وذفيوباتان فلا تسقموا أبدا ولقين أيضا حنون سنو أيضا بكون الدنيا موقت مناقصات بيلي ذاي
وحن وح كاخربة أو وح أد مودين ودمستر من ملجو يوفنجرة أيها بدن وإن لكم حايدين هذه سدوا كلا أن تشب بين ضل يرى هاتا شباب ضل يرى ملايا فلا تهرموا أبدا ولقنا أيضا جبوبين وإن أوبانا وبالكن رينجي قد لسل دعاية لسكو دان يران هاي مدو بيسادات كو حسان ماشون لسكلت دا اغاية محوها بالكن يا ماك أب إيو بول برو ماشان ميا لسي زبا حساب جنات الله أصل كان أسكو دا ودان خريبا لأوبان وإن لكم حيدا هذي أن تنعموا إلى النعميستان الرحيستان فلا تبأسوا أبدا ولقينا أيضا أباريسانين وبرواق جوكتا وبر السماد وبيحو ملها جلال يقر حيد يكليل يرفاد منا ملها يسوم مدوات بعد عاية بانكر وتبع دعائي وكريونك بالاسكب حين لا إياه ولا إسباجرة ولا قسوة تقي الدنيا شددين رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة متكين فدقي سأغير جنة وحوكها الروح وحو أغير وحو من الجنة ومقعد أن يقول له إن إلهي أكوي يا هذا أما أي ملق وكله تمنى وحاد أنت الشيخ تمنى وحون شيخ وحون عطسه فيتمنى وحبو عطسان والشيخان ويتمنى وكعل والشيخاتك فيقول له الله حكورنا يا هل تمنيت مرة ما يسي وحاد عطسان يسي وحاد شيخان وحون شيخ ما أنت هذا بقر كويلة هذا بلو ما أنت وحاد أنت إقعد صفرتان كاسارة هاسكو يرين أسكت كله ولي كرسيه، سوما هذا باللابي كو كرسي عن ربا بقرتو يدا، لابا وح كلاه بحين كرت، أدونك جنة ما كل لقيه لي وحون شيء وودي وودي مركز على هذا مرة ما يسا، فيقول رب أدونك أنا يا نعمها، فيقول له حورك رب كل هاي، فإن لك ما تمنيت ومثله معه، وحقوه هذا وحات شيء قطيو لابا لابكي. قالوا وقول داري أظن محوش شيء قرا هذه وحاضوها بنكرت وحش كذا ضعيفة وهي قدرات كذا عقل كذا تبرت هذا فكر كذا واسك كوبين يعني واحد قادوا واحد تبر بالنيل إلى هنا لك أكبر من بكل الربا أنت أتشجعتي وأنك أقوى درجة يرى إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة حلمديا حديث كرة صومرتين أهل الجنة متك أجنة ير بولمديا معناه سألوا كذا رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أهل الجنة إلهي وحو أهل الجنة كورنا يا مانك آخر يا أهل الجنة أهل الجنة والله رواقها يا فيقولون وحورنا يا لبيك ربنا وسعديك اللوك أجيبنا أوك يا الله يا هي والخير ونا غورنا يا صميمل كي ما دو جنة دو كتين في يديك عمد كتشرا فيقول رب هل رضيتم أهل الجنة ما قنع ذي مو بوكتن أبال مرنتيني محايدين كردمان سويمانكو قنشايد مجو فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا محان هيليو أنا نرى لنقول إن ربك أنو وقد أعطيتنا أدون نسيا ما لم تعطي أحدا من خلقي وإذا سيئة مزيناتي واسدا موقتاد إلى رقوضة وقد أعطيتنا أدون نسيا ما لم تعطي أحدا آدم وحدا سين أحدنا أدا سين من خلق كذا كمذا لا ملايك ولا غير كود وحان نسيسه وحان أحدنا آذان سينين محانا نورها لنقونين محانا قمقا أيها الدا أقوانت لما أنت أتاقا فيقول ربي حورنا إياه ألا أعطيكم ما ندنسي أفضل من ذلك وحي أطومرتين النعماء هذه اللي ندنسي وحك قيمة بدل ما يدنسي إذن قرن ما يساني فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك إلهي وحان نسيسي وحك فضل بدل المحوية فيقول رب حورنا يا أحل عليكم دشنا وحان دشنا ودقيا رضواني أنك رالبان أنك نقونا يا رضا الرب وهو المقصود وح إله الله عابد الله إسلام دينك الله قردق مهاي مسلم أور هذا وامحي وإله نكارها لنقضه جنده وفرع عن رضا الله سبحانه وتعالى دنبي قولود القودا فو وفرع عن رضا الله وحل الرادين يا وإرضاء الله سبحانه وتعالى اللي وينيكوا أبو ريا ضنكوا واحد أذرها اللي جلسوا
oo kaar hal in noqdo oo u boga wanaag dhaqankaada oo adoonnimo aad qaybto way marka iyagu ahlu jannaha waxay ku burureen nicmadii nicmadan wixii keenana way halmaameen ila dar za dar dad wada qarqo xayleen kuwaani sa u bururay ahlu jannaha fi ficna ma aha haydan waa iska caamada iyo nin socketkii weeye muhaajiriin ansar hawlahan way garan lahaayeen oo waxa loo إن إلهي رؤيديس وحل بيكا قيمة دوغا إذن وعوامتي أهل الجنة يدادين قرطبي بها الكام مري بدل لما قلو بدل لما آذو نعمة مركي كابة توازي اللو بيسا أدونك سكيات دلهم إلهي ومضاي وجيجيز هذا رب العالمين باشو مركي كم مدح مرتوم ميلا جوك تواد قرن وايس سيدو غلير هيا قال قعيد إمان تقول مدح نفورا مدح كفر مهيه نعم مكي كابة تمنح كفر مهي مركب ولا بدن بكادي مركب حب الله كلا قادم يا أهل الجنة إذا يحرنا يحل عليكم رضواني قال لها شيء بأن ينظر لقيا هذا بفرا أسخط عليكم بعده أبدا أنت إن كره النقض كذب مرضا بيدين عرون مهي الدنيا لك ربي قد كره النقض بركوع عروضه بركال النقض بردن بكوع عروض يا دعي كرت محايا لي مرخد قناك سميسان إلهي إلهي وكفر حيوان جعل يا بريبا وحقريبي رب وكوع عرون يا لأنه صفة الغضب هي محبة وصفات كالراعوي وصفات كتعلق بمشيئة الله وإرادته ما صفة الذات مجردة وصفة فعل رب يكتعي أصل كذو صفة الذات النقطة لكن أدونك هذا الأشعار تايسوك مركة جهمئة أوقب الموافات وحقوق قيمين يد ويوجدوا كاتشا بيسا ويقول ان ابو بكر الصديق ويقول صنم كعابد جري اله باش على قران لكا ما صنم صنم كعابد يا مهاجر انه اخر اسلام دون رب عقا والعبره انت اظنك انه العبره وحوي على ما يموت عليه بيده او استاذ محكو ودان قوله اله عابد اسلامي وناكسنا إواجه دمبر الدوبي واجه إلهي عابد هيا نجهاد هيا إلهي ون عباب ده حال ده إلهي عابد هيا نجهاد هيا برب النعب يا ما دام يقدم بين دونته قال لي مو هيك عرايا إن صفات كرب جاي أي كده كان صفات كنت علاقة بإرادة الله وقدرته ومشيئته أصل قد فاسد كجهة من صفوان أي كده حلين لو عيالك جهة من صفواني أي إلى الليل لكن عند السلف الصالح صفات صفات فعل هي صفات ذات صفات فعله وصفات إله سبحانه وتعالى كتعلق مشيئة ديسة هي وراديسة هي قدرة ديسة روحنا وحو كامل يهو وناكسين يهي مركز وحاد انت سمين كرتو عداد انت أنعي كرتو كاد انت أذكرها الآن كرتو أسباب تذي حكم كذا إذو اللي إيغي لكن وحان شو وحبا اسكب بدلين انه أحد كي شعيل مظن أن شعلان ينين أحد كي عرام مظن أن عرون ينين مستقبل إيجي ما هذا هو كلف ما هاك يعني والنقص أو شايدة والنقص صدرت الأصل كذا وحالة إزاي وحالة إذا واحد إذا تاي مخلوقات كان عالم كان كون كذا ينو تشونه إلهي سبحانه وتعالى مالك أبو ري مالك كور محو أبو روي مالين كدي محو أبو رواي كهر من أبو رسول الله ما أبو ذكرنها كدي من أبو رمحو ثم أبو ذكرنها حل أبو كسب الله محو أبو أدي نوشي قال لي مش هيك كران ما كان ربطينا إله سبحانه وتعالى حكم طعضو عقل قد انفاسك دعا كل حكم طو قال لي ما تذكر بفلين هدي تاسمورا ملا إلهي كتاب كيسي سوني يسا تبصعو سلف كود دايو وحكا ورن اسكتشوش إلهي باير رسول كسي بايري أصحابه باسدا يدي هل كاتاغنو عقلك فاسد كربي هاكو قيمين عقلك صريح لكن هذا الربي كما وريماد سنان ربي مخلا سنان نبي ما خلافه طريقة السلف سلح كما لاحظه لكن مكا ضوح سكدة جسد وصوشا إلى شان يسو كيف فشل ما تهي وقد أحسن الجويني في مقدماته برهان وعيد والمذاهب تمتحن بأصولها مذاهب توحلو امتحانها ولو اني سحنت انك لو فيريا اصل كلا سو قاتاي يا فروع لا كدان ليس كتاب كي زورها امه دون وين تقديس الشافعي سياسه كو يدا
وعن جرير ابن عبد الله البجلي قال حول السحابي كنا عند رسول الله رسول كلاه يكتيس أنه هين ما يمان ما كمذا فنظر وحوئي إلى القمر ضيح أيجي وليلة البدر أفريط بناد ونبي وفيري وقال وحونا يري إنكم مسلمين دونكو سترون ربكم ربي إن بالأرك دونتان عيانا أي معاينة كفر كفر إن ضهت صار إنسان كما ترون صدورك هذا القمر ضيحا طيح رد غيرتان أفريط بنادك لا تضامون إذنكم الذين كدوا المينين من الضيم هذينك كأن لا تضامون وتخفيف هذه الأذكى أنت من التضام أو الاندماج نوات شدي يدكون إسعريين بمرك هذه لا تضامون يدكون إسعريين أو إسديبينين ونقول مش تاني الله كأركاي ستضيع حكلي لا تضامون من الضيم الآن الذي كدوا المينين في رؤيته أو إيش إنه أيضا جابينين أحد كذ أركيسان أن عريدة أيضا كل مني سوى سعد أركيسان متفق عليه إذا رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ومذهب السلف الصالح الدلالة القرآن كعضيزي القطعية كذلك الحديث المتواترة وأنا طريقة السلف الصالح أشاعرنا وقباني ما تريدية قليها معزلة إنكروا الضفرة لكن ما كلا نرى عند أشاعرنا رأي المعتزلة قبان وخصائصته دي أو أهيد إله سبحانه وتعالى وحال أركا يا آخر من غير جهة ولا مقابلة حق سرمية الله لغارك يا مايا حق لغارك يا مايا محقا لغارك مايا محقا لغارك مايا محقا لغارك مايا مجرد هاي مؤمنون تو الله مفيرون هايان ومقابل هايان مايا دارك تتام سيوارك هايا أود بالقلين دونا أود كلو إيمان دونتا وأود لحادة بيكو أرك دونا الحواس الخمس صوت ما متقنا شنطة دريمة ياش مد لحاد بأي من دونت وحال إذا ها علم يقوم بأكر دونون صموح الوضع إلا إن رؤية تلمي إذا هذه أضومه وقال كي ربي أقايين يا قونت يقول هايين بآخر كر دونت أم بتصوى دان صمة رؤية ما علم يقوح كدوان به معرفة الله والعلم به شيء كدوان ميامس كمدون نوب بسم الله معزلة وحيدة هذه رؤية الشيء إنسان وحلقه ودا أقوم ديراد أيها آخر رب الله يلا هي لأن عين اليقين بالأركا هي أدونك والوكرة آخر الله يسكنك وحلب برنامك يا الله علم ديراد إذن كرد دونوي علم جندري يقي ضروري بسبب دليا كي اكتساب يا حسوب ده إلجائي من نقنايا ملجئ من نقنايا إذن رؤية حزر حيو عليين إلى العلم أشاعر ما قال إذا أن الريم حنوم حيو عليا رؤية إلهي آخر الأركة هي وعلم نفس الشيء ولذلك الرازي حوري وإحنا ورد حيا مجره وجريء منك وفي عيا قول المعتزلة وقولنا وقولنا في خلق القرآن وإحنا ورد حيا مجره إنما عندنا اختلاف العبارات كتاب سكو عضيني نهاية العقول في دراية الأصول بكويري مد الرؤية لنا نفس الشيء وساسه له ما كلا قلنا أن نجمع جزء مد بعنا هاي بور فلسفة وقت اللهم بنا ورا المعان لهاي حقيقة وساسه مرك اللي إلزامين أيوة أشاعر رؤية الله آخر ما يأمن سنه لأنه صدح أصل بخصائص أوليين هذا كورنا إذن شيء تنا كم ده رؤية الله من غير جهة ولا مقابلة الكلام النفسي الكسب الأشعري صدح لهم مسألة خصائصه أيها وحي كليت بدعة ولا لو ذاقه بدعين كلا ولا لو ذاقه متفق عليه إلى ننك إمامك أما الشيخ أما فقيها أتكو أرغت صدح لها خصيص أتكو أرغت أشعر مورن كرتب صدح أيها وخاص كامت كميدو أن لقاه له رؤية الله هدوق من غير جهة ولا مقابلة وأشعري هدوق بو الكلام النفسي وأشعري هذوق به الكسب كسب الأشعري في خلق أفعال العباد كلام مرة يوق قبنا وأشعري صدحة ميت كم إذا هدوسا قبنا سكستو سباتك وتأويليه أما أقل قشو ما أشعري حيال سباتك كل أولى أما لغو عياره وحلقة به طوائف بدن باللقبة ما تريد اللقبته مزلة أبوه وجهمية اللقبته صدح ذنك وإن لقيه له صدرت نو هذا كور مكان بحثي سكو سمين اي وصو يا ام حاضري
waniga soo sheegay hadda goor baan ka soo hadlay hadda goor baan ka soo hadlay saddex labada kala kuma arag kasbiga iyo kalaama nafsiga kuma arag waagaa horeen ka hadlay laakiin maalin dhaweyd oon baxth samaynayay baan ku arkay waxaas oo dhan marka waa wuxuu ka noqday weyso muqadimaan ku soo sheegay risaaladii u dambeysay ee ardaygiisa ibn cataar uu ka wariyey jamiica bidca alashaaciro dhan uu ka toobad keenay lama dhihi karo waa ashcari nawowi wixii hore iska daaya waxaa kutubtiisa kale ku qoran waaweyn risaaladii u dambeysay fii aakhiri xayaatii sanadku dhintay uu qoray ayaa matbuuca hadda la hayaa ee aakhiriya وعن سهيب ابن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه قال حول صحابك عفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة مثلا هو أنت نكت المقابلة وشيء ضروري إلهي سبحانه وتعالى إن مؤمنون أي كأركيان ميل كسر رئيسا أي إيغيان ومسألة ضرورية عقلية لأنه واتكو قصبنتاي وجودك إلهي مركي نكهل لأنه يعلو الله على عرشي أصل كأن مرتين بعد مريسا أصل كاس آيات قرآن كأجمع بانو حديث كأجمع بانو وذات كأشعار كيسدي بيا سكرات كوحات هذا كهالي ألكن صوفريس وكوب شان وشوب حات هذا الله سبحانه وتعالى جريتان كيزو ما شيء فكر وما سكح هذا كد الوريجة يا مسوى حقيقة خارجية عن ذهن كوبنان كتالله وسؤال إسكا جاب والله بضع منهم وحيلها الجرة إنه معنيها ما سكح هذا كد الوريجة يا ينو يهي ذاته يموجود جرو بنانك كجرة لا بد من وعي هذا ترى دو يد هذا إلهي سبحانه وتجريتان كسي وجود كيسوا معنا مسكحة دكوة رجية خاطر هذا نينك إلهي ما أمسنه حتى را كافر بالله العظيم باتا إسكف رزقني أنا مسلم بن رادين هاي قال لما هل إني إسكد هدوك إلهي سبحانه وتعالى وحقيقة جرت ما فكر ينذريات يوم معنا خيالي ما هي وحقيقة جرتة أو كبحسن ذهني جاي مسكح ذا إذا ننفي عن باطل ذا بس حقيقة ذا جرتة الله سبحانه وتعالى يا ربا إنا تلمانتو ومحاك ودا أنا جم مخلوق بنا هاي حسانة كلها الله هاي ضد كانوا مخلوقات حقائق موجودات جروي عر كان وموجود جرا رول كان وموجود عرش إلى فرشك هذا إنه ما إنه جوشة أما بوركا مخلوقات كان كجري رب أبوري إلهي ما كل حجرا مسوك بحسني ما هيد بيجب أنت أي حديث نبى أقول نبى أركي عاتري عاتري ميو مدام ميو عسا مسنين ما رمبوها من دم ما هم بقول محل هذا روح مدارك بان له ونن كدارك تم عسا من مدوبة من ما رنبو أهاي وما رن أما عسين حجينا أما ذو وحدون هالنقطة من ذا ما هي عواها إنسي ما هي وجين بالارتان له هذا بقى اللوينها سبحان قادر المخلوقات كان أبو ري مخلوقات كان ربي مكب حسين يعني مسوا كل حجرابا كله كروحه بود أما أنا صار ما يي عدي وينو يده هذول إلى المخلوقات كانوا كل حجرا حلا هذا هاي نصراني باتي مس كريستن باتي يجا واحد نحلا اللاهوت في الناسوت فنتج منهما عيسى بن مريم إلى هنما وحي لم يدودي بن آدم نمو بن آدم بلاس إلى هنما وحكسو بود عيسى إلى هذه وركن بعض وضاب الله وآه إلهي ما وحد كل حجرا مخلوقات كيس ما يحول ما يزال ما قبي إلهي مخلوقات كيس وكب حسنية مخلوقنا واقوني عرشك الله صوب الله إلى رولك الله وينا واقوني ها نفع عن باطل واقوني صوما مخلوقات كان متشريني ربي مركو أبو رب بالله أبو ركودي ما سقى سكود حبوري ما ملك بحسن بكو أبوري إيه عبد الله لا بد من وين إلهي أم كيس ما كلا سعدي نفع عن باطل لكن ولي محقود من إسلام نما هذا ولي تلابا كديمان محيطها مخلوقات كان ربي وكب حسن يها يجو نشرين سو إلهي مشرين إلهي سو أزلي ما إلهي هو أزلي لا بداية له ولا نهاية متى مسماها مخلوقات كان مركو ربي بلو أبو ري بلو جودي ما سقى يسقط أبو ري مسميلك بحسن بكو أبو ري هذو ده يسقط أبو ري محكوس النقضي
godki haday aan ka saareynay ee kristaanimada ahba ku soo laabtay oo wali wasa ka gaalsan kristaan kristaanku waxay lahayeen fard waahid oo ciisu dhaxdaga rabbi bay lahayeen adu waxa tidhi makhluuqad ko dhan buxulul caam aba la timid iyo itihaad caam adaba ka gaalsan wuxuu dhin maya 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 meel ka baxsan buu ku abuuray isku ma dhax abuurine meel ka baxsan buu ku abuuray meel fiican buu maray waxa leedahay mukurkiisu ku abuuray mahoos buu ku abuuray ma bidix buu rabbi iska dhigay ma midig buu iska dhigay ma horey buu dhigay ma gadaal buu dhigay waa qisma caqliya weeye aniga warkal hayi keenin ha ilaahay baan makhluuq dhe maya ma gaana ba hawshaas makhluuqi alla waad kala socday khalqana xilli buu bilowday baa tidhihi marka abuurkiisa la bilaabay makhluuqaadkan meesha la dhigaan kaa raba sawir caqliya maaha war makhluuqaadkan ilaahay xaggee buu ku abuuray haduu dhahaa ilaahay wuxuu ku abuuray meel ka sarraysa isaga maxaan leenahay ma ilaahay baa yaad quursanaysaa adoo ilaahay quursa haddana aayadana si xaggaa la mariyey ah bidix baa la dhigay haddii ma iyadaa ku sheegtay baan kuleehay bidix baa la geeyey meedada baa ku sheegtay wey xaggaa la geeyey waa iska war aan dayin lahayn idab darana ah waa inaad tidhaahdo arraxmaanu على عرش استوى إلهي مخلوقات سوى كبحسن هاي حق السرور النجشرة هذان مخلوقاتنا هاي مخلوقات كوردان عرشها إلى كرسيها وحو البر بأبوري هوس يدل بوشرة الله نوا كسر يا أنجز ده دي هو إذا هي الله نما فهم سند وحلا من سنت أنا ما تقاند وحبال الغوشك شيء واد ورر سنت هاي رؤيتنا هو نفس الشيء إلهي ضم مضم ما أركي ها سيو أركي هيا aragti maxaa la yidhaahdaa aragtida indhaha laga hadlaayo waxta u fiirisaa la yidhaahdaa ilaahay markaan eegayaan fiirinayo waa inuu iga jiro xagga sare waa inuu iga jiro oon eego haddaad diido ma rumaysid wax aragti la yidhaahdo ru'yadu ayadaa laasimsanaysa caqlan wa naqlan wa curfan wa sharcan waxay keensanaysaa جهية مقابلة هذيك لو حاط ترى الرؤية آخر لا شيء غيره ما ها ترى المودين وام حي علم ما كو كرده هاي وحنا الله محمد كردينه معتزلي إسكاد يبان نقضي معتزلي وركض وعدي هاي لكن دار دوز يا برق الله يسوت لك هذا جيزن ماي إذن رؤية إله سبحانه وتعالى جهة العلو بيكون يجرتا حق أسر رب الله أركها يا نصوص تقول بعدس إذا دخل أهل الجنة الجنة مركي أهل الجنة الجنة قالان يقول الله تبارك وتعالى وحورنا تريدون شيئا ما دون إنسان أزيدك ما إدين كرديه مركي الجنة قالان ويدقان أهل الجنة الجنة ربيهم وحورنا يا سبحان قادرك ما دون إنسان أنا وحيدين كرديه فيقولون ألم تبيض وجوهنا إلهي وماذا وجهنا هذا نورن أذن إفتيمن محانا غمقا ألم تدخلنا الجنة ماذا جننا قالنن وتنجينا هذا نجبت بين من النار العذاب هذا نجبر بين محن نود من فيكشف الحجاب ظهار كبر رب قاضي يا أنت أنا دون كن شغنو ضعفا النهاي أود أن بشري ما أوده رب إنا أركته لكن آخر أود بدن بيهنا قلنا يا وحنحمله إنا إيش أيضون رب كدوك سته للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ورؤية الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظر إلى ربها وجوه باسرة لها دي ثم هاي ويقدم بزمية إلى ربها ناظرة رب جيم بانو إيجينا إذن لكن ما أو أدون كمر كان جمحان ربي أنا أركر نبي الله موسى عثو حالي ما أو ذكرت بل قوة سانو وحير تصينا يهدي وتاقناذو مركز هذا ذوق بالسكوت دي أبدا رؤية الله في الدنيا وممتنعة لماذا؟ لضعفنا مركز وممتنعة مستحيلة للغير لا للذات آخر لكن أود بضمها ربنا قلن لي فيكشف الحجاب الظهار كي يضعف النور دحيه أنه قلنا هيسيب إليه أنك قاضي فما أعطوا لمصي من شيئا مؤمنين تجنة قال شيء أحب إليهم أي كتش عليهين من النظر إلى ربهم رب قد إني إيقان رب قد إني إيقان وحي كتش عدد مجره رضا الله سبحانه وتعالى ورؤية رب بآخر أقو قيمة بضن
ilaa wax ka hal noqdo xagga naad aragto waxay ku dhaamta ma jir wax ka qiimo badan ma jiro waa muslim ilaahi subhanahu wa ta'ala kuwa ishoodu ku doogsanayso ilaahi aragtidiisa xagga nabu kale noqon allah nagu dara anaga iyo waalidintaanba قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آياتنا كو ختم شيخ كتابك نووي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كو قال لي الرسول بالرمية عمل وناكسن لا يمد يهديهم ربهم ربي قد بهانونيا بإيمانهم بسبب إيمان بكهانونيا إيمان كأحكينيا إن الهانونتو إن الدنا هذا إسلام كتقارده هداية هنا وهداية الموصلة إلى طريق الجنة الوجهة مركة وهداية أفر الدرجات تي أدن بيسوي هداية الهداية العامة ومخلوقات قرآن بأتالي هداية هداية الدلالة والرشاد هداية التوفيق والإلهام الهداية إلى طريق الجنة والهداية إلى طريق النار تي المشيان أفرت آيد أفرت درجة قدام يسوي يعني مركي ضد كالمسلمين تإلهي وكره لنقضي حساب قرآن ماتو ودوين كي جنة مر لهين بالا تصحي محلوك تصحي بإيمانهم نور باكوشد ما هي إيمان كذا كوضعية أسألك كجين يا جوري قال يهديهم ربهم رب قد بجارسينا يا جنوين كود بإيمانهم بكو جارسينا إيمان كدرتي تجري وحدوري سجنوين كلا جارسينا يو من تحت مهوس طولة الأنهار أي من تحت أشجارها الأنهار جيده هذي درتي ذو هوس وبيال باقول قولي في جنات النعيم جنوين نعمة بدن جده بين هوس راسي سعونيس دعواهم أي دعائهم بريضه الله بريضه فيها في الجنة وحوي سبحانك اللهم الله أذان نزهان أذان عيب كهو فنبي الله كبر ييان ويكور الدنيا وردقوا ذي ذكره وإنت ونقح صمري سين نفتوك لي وتحييتهم سلامتو ويدتك السلامان فيها في الجنة أما ملايك سلامتو أما يوها السلامين سلاموي وحد كبر ذياني حالك سيئة مطال سلام وتحييتهم فيها السلام وآخر دعواهم وآخر دعائهم بريضوا ذي دعاءوا ذوحة أضم بينا وحوي أن الحمد لله رب العالمين الله أضام ما هذا إسكالي أمر ربوينا ما هذا أصلقنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي به لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي انت ثاني قرن كما قرن مي وذلك هذا معادي صوفي رسالة مركوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال مؤلفه النووي وحجري فرغت وحان دمي منهم الكتاب من تأليفه يوم الاثنين مالك اثنين رابع شهر رمضان بشهر رمضان أي أفر أهيد بان دمي سنة 67 بدمشق لحب قول تضباطا كمركو أها هجردو أيان دمشق كتاب كل دمي لحسن ورسين ولا إمامكو لحب قول تضباطا لحب قول انت أصوى دوقتين قريدي سي لحسن كهرب كتاب كألفي ومن آخر مؤلفاته انت أصدر سيوض من سيرد والصالحين وارد ماضي إلهي سبحانه وتعالى وحي أي نكوك قفني أن أقصت الله النور دافو وحان جبني أما أنكو استغنى الله توسيو وحي خير سو شيخ الله يدمك انفعو وحي شر ان قصدنا الله يضافو امام كتابك الفي ميزاك صحاتك الله اسارو ذنبك ان شاء الله كو دافو دعواتك ان شاء الله كو اقبلو انت عشر كو ايغيهي ان شاء الله تعالى هدي ربي يرادو ديبا لدي كسو شيغي دونا كتابك وينو ختمينا ختمك ايسلا تقانين بينو ختم دونا اينو ختم جري كتبته مركي دمادان منهاج بينو سو ختمني نسائي بينو خطين أبو داود بينو خطين الترمذي ابن ماجه كتاب عن لخطين كتابك أقول يا رابا يا جبات اللقوعوني رياضك حلقة يا با إن هي إن كورس لقوعونا بالحلقة يا با هذاي قارو وإذا وحي ربي إنه سهله أيان أسوي من دونا دب بالحلقة سو شيء يجلس يروك سابسا عشر كي خلاصي يروك بحندونا والله سبحانه وتعالى عليه